بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم ما هي فوائد أكل الطماطم يوميا، يعني الناس اللي بتأكل الطماطم يوميا مفيدة لها بإيه، أو بيفيد الطماطم إيه بشكل يومي. طبعا أول حاجة يمد الجسم بالعديد من المغذيات الطبيعية، يعني يمد الجسم بالعديد من المغذيات الطبيعية. جسمك بياخد مغذيات طبيعية ومفيد جدا جدا، بيعطيك المعادن والفيتامينات العالية جدا جدا بنسبة كبيرة. الطماطم دي فيها نسبة عالية عالية جدا من الفيتامينات والمعادن بشكل كبير جدا جدا، تمام. برضو ليها كذا حاجات جدا جدا مهمة، منها بتعالج الكوليسترول، برضو الحفاظ على نسبة الكوليسترول، يعني خفض نسبة الكوليسترول بشكل كبير. وفيها زي ما قلت لكم معادن وفيتامينات بشكل قوي جدا جدا. وبس كده، هنا تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.